النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، تقريبا الأسبوع الأول من شهر حزيران، شهر يونيو، شهر 6، الذي أيضا يتصادف معه من ناحية علم الأرصاد الجوية بداية فصل الصيف، حيث أرصاديا يبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي في الأول من حزيران. هذا الأسبوع الذي يتوقع أن تشهد به المملكة بعض التباينات الحرارية والأحوال الجوية المتقلبة نتيجة تأثرها بمنخفض جوي خمسيني. نبدأ هذه التوقعات الجوية بنهار يوم الأحد، إذ من المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها بشكل عام. تصل في العاصمة عماد إلى 27 درجة مئوية في ساعات النهار، ترتفع إلى 29 في إربد، 25 في جبال الشرار، 32 في البادية الجنوبية ومعان، وتصل في العقبة إلى 38 درجة مئوية مع أجواء حارة بعض الشيء، وتكون في المنطقة الشرقية 35 درجة مئوية. يوم الاثنين يتوقع أن يتزايد تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني يعتبر متأخر بعض الشيء. هذا المنخفض الجوي الخماسيني يتوقع أن يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملموس ولافت. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتحول الأجواء، تصبح حارة بشكل عام ومغبرة وخماسينية في معظم مناطق المملكة، بل وتصبح شديدة الحرارة في بعض من مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. فمثلا نلاحظ في العقبة تصل درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون في العاصمة عمان 33 درجة مئوية، 36 في إربد، 32 في جبال الشراء، 34 درجة مئوية في مدينة معان، والأجواء مغبرة خماسينية إجمالا، مع التنبيه لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون والحساسية بأن الأجواء غير مناسبة يوم الاثنين، وتصل إلى 38 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. يوم الثلاثاء تتراجع درجات الحرارة بشكل أيضا لافت، ومع انحسار تدريجي ولكنه بطيء للمنخفض الجوي الخماسيني. تكون العظمى 29 درجة مئوية في العاصمة عمان، وكذلك إربد 28 درجة مئوية فوق جبال الشراء، 34 درجة مئوية في ساعات النهار في مدينة معان والبادية الجنوبية. تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحارة في العقبة، تصل إلى 42 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الأجواء مغبرة في المنطقة الشرقية مع رياح نشطة ودرجة حارة حوالي 38 درجة مئوية. يوم الأربعاء توالي درجات الحرارة انخفاضها في أغلب الأجزاء الوسطى والغربية والشمالية من المملكة، تصل في العاصمة عمان إلى 27 درجة مئوية، 27 درجة مئوية في إربد، 26 في جبال الشراء، 34 درجة مئوية في مدينة معان والبادية الجنوبية، 39 درجة مئوية في العقبة. أجواء أقل حرارة مما عليه الحال سيكون يومين الاثنين والثلاثاء، وتكون 36 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. يوم الخميس أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح الأجواء بالرغم من أن دخلنا أرصاديا في فصل الصيف إلا أنها تصبح أكثر ربيعية، وربما أيضا في ساعات الليل تكون مائلة للبرودة ليلة الخميس على الجمعة في مناطق مختلفة. العظمى في العاصمة عمان 26 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. كذلك الأمر في إربد، في جبال الشراء 25، لاحظ الصغرى 14 درجة مئوية في ساعات الليل، 34 درجة مئوية في البادية الجنوبية. الأجواء تكون حارة نسبيا إلى حارة في العقبة، 37 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 24، وفي المنطقة الشرقية من 37 إلى 19 درجة مئوية. نختم معكم هذه التوقعات الأسبوعية بتوقعات يوم الجمعة، التي يتوقع أن تستمر درجات الحرارة بها بالانخفاض، المزيد من الانخفاض متوقع درجات الحرارة، تصل إلى 25 درجة مئوية في العاصمة عمان، 27 درجة مئوية في المنطقة الشمالية وإربد، 24 درجة مئوية في جبال الشراء، 32 درجة مئوية في مدينة معان والبادية الجنوبية، 37 درجة مئوية في العقبة، وتبقى كذلك أمر حوالي 35 إلى 20 في المنطقة الشرقية. إذا كملخص للأحوال الجوية لهذا الأسبوع، يبدأ هذا الأسبوع بأجواء تكون حارة نسبيا تتحول إلى خماسينية وحارة للغاية يوم الاثنين، تراجع تدريجي على درجات حارة من يوم الثلاثاء، ويكون ملموس أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بل وتصل الجمعة إلى مستويات أقل بشكل جيد من معدلاتها المعتادة، مع أجواء أيضا مائلة للبرودة في نهاية هذا الأسبوع في ساعات الليل. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا وبداية جيدة وموفقة لشهر حزيران في أينما كنتم. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية
تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.